قال حدثنا عن الطريقة التيجانية. والسؤال الثاني، ماذا تعني كلمة السرورية؟ الطريقة التيجانية هي طريقة صوفية تنتمي إلى رجل اسمه أحمد التيجاني من المغرب من فاس، وأسس الطريقة دي الصوفي ده، قال إنه كان نايم أو قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقظة لا مناما، والنبي صلى الله عليه وسلم أداه صلاة الفاتح وأداه دين جديد هو ليس دين الإسلام، وعندهم مراجع. من عقائد هذه الطريقة أنهم يعتقدون بجميع عقائد الصوفية، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، يزيدون عليها أنهم يعتقدون أن صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، 6000 مرة. كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني وشنو كده ما عارف لعلي حرازي، فالكتاب ده قالوا فوق صلاة الفاتح بتساوي القرآن 6000 مرة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الطريقة التجانية عندهم جوهرة الكمال، قالوا دي لو جيت تقراها بالليل لابد تقراها بالطهارة الكاملة ولا تكفي فيها الطهارة الترابية، جوهرة الكمال. وبالليل لما تجي تقراها لابد يكون عندك فرقة لخمسة أنفار، لأنه قال بعد تقراها بالليل بيجيك معاك بالليل النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل والخلفاء الأربعة، عرفتها؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، كده خمسة وإنت السادس بتاعه، وكلام كثير. وقالوا إنه من رأى الشيخ يوم الاثنين والخميس دخل الجنة ولو كان كافرا، وإنه الزول اللي بيطعم أحمد التجاني هو من الآمنين، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحمد التجاني أصحابك كأصحابي، يعني كلهم بيقوا صحابة، وإنه قال كراعي أو رجلي فوق رقبة كل ولي من لدن آدم إلى يوم القيامة، وكلام كثير جدا. وهم بيعتقدوا فضائل ما 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 سمعنا بها في أثر أو في دليل صحيح يؤخذ به، ولذلك دي طريقة فاشلة جدا، الطريقة التجانية. وديل الطريقة التجانية عرفتها بيحاولوا إنه ينشروا الباطل بتاعهم ده باسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السرورية هي نسبة إلى رجل اسمه محمد سرور نايف زين العابدين، وهذا الرجل أخذ المنهج التكفيري، كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، فانفصل منهم تنظيميا ولم ينفصل منهم منهجيا وفكريا، ثم أسس مجلة البدعة التي يسميها زورا بالسنة في لندن هناك، وقعد يطلع يطعن في كتب التوحيد، وقال هي كتب صفراء لا تعالج الشرك الحديث، وقال إنه يعني يدعو الناس إلى الخروج على حكامهم إلى آخر ما يفعل. وفي هذه البلاد يعني يدعو إلى هذا المنهج، ولهم بعلاقات ناس محمد عبد الكريم والشلة بتاعته، ديل أصحاب السرورية، وديل اللي منه ديل الناس اللي بيدعموا ناس تنظيم القاعدة وداعش والنصرة إلى آخر. طيب، قال يا شيخ أنا من قرية قريب من الشكينيبة، شيوخ في شيوخ، السؤال هل الخضر نبي أم صالح؟ وهو بيرجع ويجي للناس، وهل يوجد حديث أن الرسول في عهده العلاج بالعسل والنار، وآية من آيات القرآن والحجبات والبخرات تجوز؟ طيب، أول حاجة الخضر يا أخواننا هو نبي على الصحيح من أقوال العلماء، على أدلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه قتل من أعظم الأمور التي فعلها الخضر أنه ماذا؟ قتل الغلام، وما بجوز ليك تقتل الإمام، ودي قاعدة عند العلماء بيقولوا الأصل في الدماء وفي الفروج الحرمة، والأصل في الدماء وفي الفروج الحرمة أنها معصومة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وكتبنا على بني في سورة المائدة على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية، إنه الأصل في الدماء والأنفس والفروج الأصل فيها الحرمة، يعني ما بيجوز لو زال كافر انت شكيت اقتله ولا ما اقتله، تعمل شنو؟ تقيف.
لما تلقى دليل انه تقتله حتى بعد ذلك شنو تقتله. الاصل في الفروج الحرمه، هل المراه دي بيجوز لي اتزوجها او ما بيجوز لي، تعمل شنو؟ تقيف لغايه ما تلقى دليل شرعي يجوز لك تتزوجها حتى تتزوجها، وهكذا وفي الدماء وفي غيرها. وده خلافا لقاعده ذلك الولاده الصابونابي القاعد ورا ذاك، فهمت؟ القاعد لابس له طاقيه، قال الاصل في الاشياء الاباحه، دار يجوز الاستمناء. انت ايه اللي عرفك الاشياء داخله فيها الامور دي؟ ها؟ فالاصل في الفروج يا وليد، الاصل في الفروج الحرمه، الاصل في الفروج يا اخواننا الحرمه، ما بجوز لك انك يعني تقضي شهوتك الا بدليل شرعي. انا الشغله ساكت، فهمت؟ طيب ده فالخضر عليه السلام هو نبي من الانبياء، ومن الادله برضو العلماء قالوا انه الخضر قال لموسى كما في البخاري قال اني على علم من علم الله علمنيه الله، احفظ الدليل ده دليل قوي جدا. وهذا الحديث اورده البخاري في التفسير، واورده البخاري في كتاب العلم وغير ذلك. قال في حديث طويل حديث ابن عباس لما قيل له ان نوفل البكالي يقول ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كذب او كذب عدو الله. قال ابن حجر ونوف ده من العلماء، ابن عباس قال كذب عدو الله، وهذه من اشد الكلمات، لكن قال قلوب العلماء تنفر عند ذكر الباطل، عرفتها؟ وفي واحدين عطاله اصبر لنا بختم لك بيهم هنا بيتكلموا في علماء، العلماء الجد دقيقة اصبر لهم كده، خلينا ننتهي من نضق البتجانية ديل بعد ذاك نجي لعمك ده. طيب فدا حديث ابن عباس قال قال الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قالوا الصوفية العلماء قالوا كده كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الصوفية لو دارين تستدلوا بقصة موسى والخضر على شنو؟ الصوفية بيستدلوا بها على شنو؟ تلقى الشيخ بيزني يقول لك، أقول لك لا 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 ما تقول الشيخ ده شنو؟ بيزني، وصح في الظاهر مخالفة، لكن أنت ما سمعت قصة موسى والخضر، نقول لهم ما عندكم فيها دليل. ليه؟ لأنه الخضر كان شنو؟ كان نبي، والشرائع القبانة كلها منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ما يجوز لك الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخضر قال لموسى إني على علم من علم الله علمكه الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قالوا زول دار يستدل بالقصة دي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني على علم من علم الله علمنيه الله. تخيل تخيل ده الصوفي حيقول كده، إني على علم، الكباشي البرعي صايم ديمة الخنجر البليد غيره يقول إني على علم من علم الله علمنيه الله. طبعا عشان يثبت إنه علمنيه الله هذه دون آخر القتاد كما يقال، فهمت؟ لا تعلمه، يقول للرسول شنو؟ لا تعلم العلم اللي عندي أنا لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. ومن قال هذا لرسول الله كفر بإجماع الناس، ولا ما كفر؟ كفر ونضق البي وذاته، فهمت؟ برك بر الدين، بر الدين مرك، فهمت؟ فالخضر عليه السلام هو من الأنبياء، وقد مات، وقد مات الخضر. استدل العلماء بأدلة كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة وهو جالس بين أصحابه أرأيتم يومنا هذا فإنه لا يبقى بعد 100 عام نفس منفوسة. قال لهم شفتوا اليوم ده بعد 100 سنة زول قاعد ما حيبقى. معناه الخضر حي ولا ميت؟ لو كان حي ليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حي ولا ميت؟ حيكون ميت. ودليل ثاني في القرآن ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا شنو؟ أقررنا. ربنا أخذ الميثاق على الأنبياء لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى نصرة ونبي موجود إلا يعمل شنو؟ ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان الخضر
لما كاد المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى جاءت فاطمة وقد ألقوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور الوسخ بتاع البهيمة لما يضبحوها بطنها، جدعوها في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان الخضر؟ أين كان الخضر لم عليه السلام لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون؟ أين كان الخضر لما جاء أهل الطائف وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه؟ أين كان الخضر لما كان يوم بدر؟ أين كان الخضر عليه السلام لما كان يوم أحد؟ وقس على ذلك. إذن الخضر كان عليه السلام ميتا، عشان ما يجيك واحد يقول لك شنو؟ أيوه، شوف الشعب السوداني ده والصوفية ركبوها في الناس، يقول لك في سوق واحد تلقاه مدلقن صوفي مدلقن ولابس أخضر وسخان وشعره قايم فوق، فهمت؟ ويجي يشحد الناس يقول لك دي يمكن يكون ده الخضر. يا ناس، في نبي بيكون بالطريقة دي؟ نبي كريم من أنبياء الله هل يمكن يكون بالمستوى بتاع الصوفية ده من الوسخ والعفانة زي دي؟ ما ممكن يا أخي، الأنبياء كرام يا أخي، ربنا نزههم، عرفته؟ فالخضر عليه السلام هو ميت الآن. هل يوجد حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد العلاج بالعسل والنار؟ نعم، العسل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. قال العلماء هو للكراه، يعني لو كان شفاك بشنو؟ بالكي، يعني بالنار اللذعة بالنار، فده يكون يا أخواننا شنو؟ من باب المكروه، إلا إذا اضطر إليه الإنسان، لكن ما حرام، ومن باب شنو؟ المكروه. فإن اضطر إليه الإنسان فله أن يفعل ذلك. وآيات من القرآن نعم، لكن كيف يكون العلاج بالقرآن؟ بالقراية، زول عيان ربطوا أو غيره أو كتبوه أو أي حاجة تقرأ عليه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، تقرأ سورة البقرة إن داك استحضر وكذا وتحرق الشياطين وربنا يشفي بها بإذن الله. وسورة الفاتحة كذلك، والفلق والناس كذلك، والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومجمل الأدعية. وأحسن حاجة تقرأ لنفسك وتمسك المصحف، لو ما كنت حافظ تمسك المصحف، ووعك تمشي الجماعة الفاتح الرغية. طبعا الدجالين والصوفية ديل أنساهم، لأنه ديل لو مشيت لهم ديل خطرين جدا، زول ما شغل لا بيقرأ جامعة ولا بيعتل ولا بيمرق الصباح، بيشتغل بيأكل وقاعد تحت، فهمت؟ أي شيء بيشغل بجاسفة أي حاجة، فهمت؟ فعمل حسابك، والله الذي لا إله غير، لازل بيقوا صعبين شديد، وبعدين بيقوا عندهم تخدير، أنت عارف الموضوع ده؟ ديل حصلوا لمرحلة بتاع التخدير، يعني زمان الصوفية ديلك يقوم يطرد الحرام برا ويقفل الأوضة وموضوع طويل، لكن مخدر بس بقى يقول لك كده اقعد في الغرفة، افتحوا لي المكيف هاي، فهمت؟ ويرش لك مخدر في المكيف، تبع شيء تلقى روحك في ايوه شايف الشيخ ضحوية ده، زول عارف الحاجات دي كويس، فهمت؟ فانا بحذرك، والكلام ده برضه جابته الجرايد في النيل الابيض هنا في منطقة الدويم، جامعة من الجامعات هنا برضه طالبة مشت للشيخ يعزم لها في قلم. انا لو مسؤول، اول حاجة الطالبة دي تاني روضة ما تخشها، والله روضة ما تخشها تاني يا أخي. أنت جابوا لك دكاترة ومكتبة وقاعات عشان تسوي شنو؟ وأهلك دافعين لك قروش عشان الفقير يعزم لك في القلم؟ أسألك الله، موادكم اللي بيقروها ليك دي، اللي بيقروها هنا دي، لو الفقير ربطوه في القلم بحلها؟ الفقير ذاته لو ربطوه في القلم قال لي حلها بحلها؟ ما بحلها يا ناس. هل دي أمة بتتقدم؟ تخيل دكتور داير الفقير يعزم له في القلم، يعني جوا العملية ممكن يدخل معاك أولاد البرع، زي ما جايبينهم في كتاب الاحياء، جايبينهم قال في معمل البكتيريا، يا ناس ديل الفيروسات ولا شنو؟ جايبينهم لنا جوا، هو الساكت، فكده الناس ما بيتقدموا، فالعلاج يكون بقراءة القرآن. أما الجماعة اللي بيجي يقول لك جلسة خاصة ب 12 وجلسة عامة بكده، ده الناس قطع طرق، يقول لك العسل ده أنا قريت فوقه وموية بتاع الزعفران ويقول لك شنو؟ زيت بتاع خروع، فهمت؟ وعرق بتاع زنجبيل، يا ده هو ساكت، ده نفسي شغل الصوفية بس بطريق ثاني، عجاجة بتاعت أرنب وما أعرف ليك بزاغ بتاع فار، ده كله هو ساكت، عرفت؟ الورقة دي بس مهمة، خليها لي شيل ديل.
عرفته؟ فده كل أخواننا من باب الهوس. فالإنسان يبعد من الناس ديل. أقرب راك قرآن ربنا بيشفيك، أنت ما دام مسلم وانت فتحت المصحف ربنا ما يشفيك كيف؟ فأقرأ القرآن. وأما الحجبات والبخرات، الحجبات شرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فما تباريها. طيب قال أنا تخرجت من هذه الجامعة كده، خلينا آخر السؤال شوية. قال لماذا لم تتحدثوا عن قرار الذي صدر من الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس؟ لا تكلمنا عنه في حلقات تانية، لكن هو صدر بين المنبر الفات والمنبر ده، فهو ده أصلا قرار ما داري لو إنه ما باطل. في زول بيقول لك ما باطل، ما حقته، ما حقته. لكن المشكلة ما الموضوع إنه باطل ويتكلمنا فوق، المشكلة إنه القدس ترجع كيف ما دام فينا صوفية، ها، وما دام فوقنا تجانية، وما دام في مشاكل. أولي بيقول لك الولي بنزل المطر وبتسأل الله وبرضه ما بديك مطر. ما دام قاعدين فينا ناس بيقول لك أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ما دام واحد بيقول لك أحمد الطيب ربنا ملك الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة. ما دام ود بدر بيقول لك، ها، أو بتاع الكباش يقول لك أبونا الشيخ ربنا اداه كن فيكون على لسانه. ما دام البرعي بيقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، نحن ربنا ينصرنا كيف؟ عرفتها؟ بل إنه بيقول لك الصوفية ديل إنهم بيتصرفوا في الكون وبيصرفوا أمور عجيبة مرة واحدة، فما ممكن ربنا ينصرنا ونحن بالطريقة دي. ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم، إن دي أداة شرط، تنصروا فعل الشرط نعمله نحن، ينصركم ده جواب الشرط. ربنا سبحانه وتعالى إذا حققنا الفعل حقق لنا الجواب، ودي علماء المنطق بيسموها شنو؟ جملة مكفولة. بقول لك دي جملة مكفولة، الشرط يتحقق، الفعل يتحقق بيتحقق الجواب، الفعل ما تحقق الجواب ما بيتحقق. عرفتها؟ عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جو التتار والناس مرقوا يقاتلوا التتار في القتال الأول ما مرق قاتل، قالوا له ليه؟ قال الجماعة ملانا صوفية وغيرهم، يقول لك يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قال يا شيخ الإسلام فلم يقاتل أحد من أهل العلم والإيمان والفراسة أو قال والبصير. قال لكن الناس لما وحدوا الله ورجعوا إلى التوحيد الصحيح وتاب الناس من الشركيات وتاب الناس من المكوس والباطل وفعلوا الأسباب، قال ابن تيمية حلف لهم أكثر من 30 يمين، قال لهم والله المرة دي ربنا ينصرنا. والناس بيقول يا ابن تيمية، قال لهم والله المرة دي ربنا بينصرنا، قال أقول إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني واقعة. ليه؟ لأنه ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم، توحيد تمام ربنا بينصرنا، وإن كانت في معاصي الناس يتوبوا منا والزول يجاهد نفسه في المعاصي، لكن أكبر مصيبة هي الشرك. ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعبة بسبب شنو؟ بما أشركوا بالله. فشرك فيه هزيمة، فيه توحيد، فيه نصر، فيه. عرفته؟ فالمسألة كده، فلا بد الناس يرجعوا ويتوبوا إلى الله. طيب نفتح فرصة للمداخلات أو الأسئلة. قال هل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تبلى؟ نعم، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه. عرفته؟ فده دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلى ثيابه عليه الصلاة والسلام. قضية فلسطين بينا الكلام فيها. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ؟ جزاك الله خير. نعم، وهذا ليس فيه قدح، بل هذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ربنا قال وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم العبرية، ما هو الثقافة السائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ إما اليهود كانوا أهل كتاب وعندهم علوم وأهل قريش يعترفوا لهم بذلك، فلو كان بيتكلم العبرية كان قالوا ده كلام اليهود، ولو كان بيتكلم غير العربي أو يكتب
وقالوا بل هي وقالوا إنما هي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. ربنا رد عليهم قال شنو؟ بل قل هي آيات بل أنزله روح القدس. الكلام ده قال له نزل به جبريل عليه السلام، ربنا قال لهم كده. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ حتى لا تدخل الشبهة إلى الناس أن هذا أخذه من كتب السابقين. شوف الـ شوف الـ شوف القوة دي كيف، عشان كده ربنا حكيم، عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا كان يكتب، ولكن ومع ذلك كان أعلم الناس. ما كلام غريب، ما كلام غريب، دي معجزة ولا ما معجزة؟ ما كان يقرأ لأنه ده الطريق بتاع التعليم. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بشنو؟ بالقلم. والعلماء قالوا دي فيها فائدة، انت لو دارت يعني تنجض المادة بتاعتك تقوم تراجع الحفظ بتاعك بشنو؟ بقلم، بترسخ لك تمام. فشوف الحفظ التمام والعلم التمام بشنو؟ بالقلم. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أعلمكم وأخشاكم وأتقاكم لله أنا أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ فده ما فيه يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في ما فرصة؟ تفضل. ما تستعجل، انا بسال سؤال، ما اعلق فيهم. طبعا الجماعه دي من قبل كان ما تبقى ان قوت قويت وان ارشدت ارشد، في مقوله كده بتقول ان قوت قزيه قويت وان ارشدت ارشد، وانا بسال في كويس، انا بسال في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد طبعا هنا بالضبط، انا ما درس كل لك اسمه ولا درس كل لك الجماعه اللي هو معاهم، هم بوصفك عنده لحيه كده وبنطلون قصير، جينا يتكلم عمل ركن للحوار النقاش ويتكلم من الصراحة بيتكلم بس قاعد ينادي في الناس، إلا ذاك مشرك ولا خلى فنان ولا خلى لعب كورة ولا خلى تنظيم سياسي ولا خلى زول في الدنيا، كلهم سبان. بعد شوية في زول يتكلم بتلفون قال لي أنت مالك؟ قال الزول بيتكلم ده مالو دار باسطة ولا شنو؟ المهم في واحد عمل له دخل قال لي ما استفدنا من كلامك حاجة. بعد ذاك قال له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي ما بيجي في النوم، وإنه كان جاك ممكن يجيك الشيطان، الشيطان بيجيك في النوم ممكن يجيك ويقول لك ده النبي زاده. فالسؤال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ من رآني في المنام فسيراني في المقام. الحديث دي هل صح ولا ما صح؟ من رآني في المنام فسيراني في المقام، من رآني في المنام فسيراني حقا. هل هذا حديث أم مقولة سائل؟ طيب لعله الأخ داير يستفيد، وهو قال لي زول كان بيتكلم هنا، والزول قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى مطلقا، مش كده؟ قال إنه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشاف نهاية، فكلامه ده باطل. نبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام، لقوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رأى الحق، وفي رواية رأى الحق يعني كانت رؤياه حق يعني، وفي رواية فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن العلماء وضعوا ضوابط لهذه الرؤية. الضابط الأول أن يقرأ الإنسان صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في السنة، يعني مثلا تفتح صحيح البخاري كيف كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عيناه، كيف كان شعره، وكيف كان لونه، وكيف كانت قامته. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إلينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نقلا كاملا، فإنت تشوف السنة كيف كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك إذا كانت الرؤية شفتها إنت في النوم مطابقة للوصف في السنة فهذا شنو؟ قد رأيت الحق. ده نمرة واحد. نمرة اثنين من الشروط إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيك بدين جديد يا أخواننا في النوم، لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك ما بيجيك بشنو؟ بدين جديد. فإذا جاءك في النوم واحد وزعم إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام قال لك أسمع أنت ما شاء الله عبادتك تمام وبتخاف من الله كثير والبنات ما عندك بين شغله وكده، لكن الصلاه بتاعت العصر دي ما عندك فيها، يعني لو صليتها ما قصرت، ولو ما صليتها ان شاء الله ما عليك حاجه. ده يبقى منه
ده يبقى إبليس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال فإن الشيطان لا يتمثل به، عرفتها؟ وإذا رأيت أحدا ليس على الصورة التي في السنة فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان ما بيتمثل بالصورة الحقيقية بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم الوردت في السنة، أشكل العينين وأقنى العرنين إلى آخر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية ما بيتمثل بها. لكن مثلا يجيك في صفة الترابي يقول لك أنا الرسول مثلا، يعني عرفته؟ فده ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس دار أقرب المثل للناس، وهذا مثل صحيح في بيان أن هذا الترابي من الشياطين، لقول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، عرفته؟ فالشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيك بدين جديد. بعض العلماء قالوا من رآني في المنام فسيراني، هذه بشرى للإنسان أنه على الخير وأنه سوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر. طيب الزول الدار يرى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لو دار يدعو الله سبحانه وتعالى ويتحرى السنة في نفسه وفي أقواله وأفعاله. بسم الله، السلام عليكم. أنا عايز أذكر بس من كلام كده، قالوا من رأى في المنام أنه قرأ سورة النصر هيتوفى بعد 7 أيام، ده ما ثبت به دليل يا أخوان، ما ثبت به دليل. السؤال أنه قال زول إذا رأى في المنام سورة النصر، إذا رآها أو قرأها في المنام قال حيتوفى بعد 7 أيام. يا أخواننا كلها من البدع والتنطع اللي بيقولوه، خاصة ده بيقولوه الزول دائما القصاصين، العلماء تكلموا عن هؤلاء الناس القصاصين اللي بيحاول يبكي الناس بأي حاجة. يعني لو الناس ما بكوا عنده معناه ما قدم خير للناس، إن شاء الله كان ولع شطة، لابد يبكيك عشان يحس إنه قدم حاجة. ويروى في ذلك، يروي علماء الجرح والتعديل، أن رجلا من القصاصين وقف في المسجد وفي يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل، وديل طبعا أئمة في الحديث، وقال حدثنا يحيى ابن معين، يحيى ابن معين عاين بجاي، قال حدثنا أحمد ابن حنبل، أحمد ابن حنبل عاين يحيى ابن معين وذاك عاين له، قام ذكر له إسناد وجاب حديث في فضل لا إله إلا الله، وإنه من قالها مرة وعندها منقار ويخلق منه كذا، وجاب لها فضل عظيم، فضل كبير جدا. زي أنا زمان واحد غشاني جاب لي ورد بتاع تجانية، قال لي إذا قريته في عمرك ولو مرة واحدة أول حاجة الرزق في الدنيا ده ما تزال منه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال في الآخرة بكون عندك في الجنة 1000 مدينة، في كل مدينة 1000 قصر، في مش 100 ألف أو حاجة زي دي، 100 ألف قصر، في كل قصر 100 ألف بيت ولا حاجة، في كل بيت 100 ألف حجرة، في كل حجرة 100 ألف سرير، في كل سرير 100 ألف حورية، وحاجات كثيرة. والله غشاني تجاني في زمن ده كان في النيل الأزرق، فبغشوك بالمسائل زي دي، فالإنسان ما يصدق. فالقصاص ده بعد ما ذكر الكلام ده وانتهى من كلامه، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين نادوه قالوا له اسمع، أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فمتى حدثناك بهذا؟ قال ما أغبى هؤلاء، ألا يوجد يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما؟ وفي الطوالي قال لهم أنتوا ذي الأغبى ناس. قال له اسكت خليه. ففي ناس زي ذي ناس بس يحكي لك قصص وكذا، عرفتها؟ فده يا أخواننا ما بيجوز، لأنه هذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام.